نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 8 ضربات على قوافل ومبان لعمال إغاثة في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان إن الضربات أدت لاستشهاد 15 شخصا على الأقل، من بينهم طفلان، وأصيب 16 آخرون. وأوضحت المنظمة أن 5 من هذه الهجمات كانت موضوع تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مؤخرا، وتضمن أدلة مرئية واتصالات داخلية بين منظمات الإغاثة والجيش الإسرائيلي. وتابعت هيومن رايتس ووتش أن هذه الحوادث وقعت على الرغم من أن منظمات الإغاثة قدمت إحداثيات مواقعها إلى السلطات الإسرائيلية لضمان حمايتها.